آه يا ترى يا ربي ده هو ولا لا حبوبي. آه يا عيني الحبوب من جوه. آه يا سبب وعدي ومكتوبي يا كتاكتها يا ننو. البدو هنا لما شافوا بنت لوحدها حبوني اكتر، حسوا ان في حد فاهم المكان، بنت، وبعدين هم بيحترموا الستات وبيقدروهم وبيحافظوا عليهم وما بيضايقهمش. البدو كوميونيتي جميل، وتعلمت منهم حاجات كتير. تعلمت منهم السكون في الصحراء والاستفادة من القدرات اللي الصحراء بتعززها في جسمك، زي عينيك اللي بتشوف في الضلمة، زي ودانك اللي بتسمع عشان الدنيا ساكتة، الرياح، حركة الرياح، حركة البحر، امتى البحر ينفع يتنزل وامتى لا، امتى الرياح جاية من انهي ناحية. كل الحاجات دي الواحد في المدينة ما بتعلمهاش، بس البدو طبعا عشان عيشتهم الأساسية في الصحراء فتعلمتها منهم. والناس دي جدعة بجد. المكان هنا استراتيجي بحت، لأن انت عندك هنا السعودية، هنا الأردن. صباح الصباح فانت خيالي، والجيب ما فيه شي ولا ملي، زي الصنايعية المظالم. مين صديقي الوفي هنا المقيم معايا؟ هو كاي طبعا. صح يا كوكو؟ كوكو كاي تقريبا كده كان كلب من المعذبين في الارض، وواحده صاحبتي جابتولي، انقذته وجابتولي، وبحاول اعوضه. بحاول اعوضه على الشقه اللي هو شافها. وكاي بيعمل معاكي ايه بقى؟ يعني وظيفته ايه معاكي في المكان؟ ما انا كنت يعني انا كنت اصلا بدور على، انا بحب الكلاب الجيرمان، وكنت بدور على كلب جيرمان عشان خاطر حراسه هنا. والكلاب الجيرمان يعني زي منبه كويس، هو مش هيهجم الا لما انا اقول له، ولطيف ويستحمل الحر شويه عن الهاوسكي والحيوانات التانية اللي انا اقدر اتعامل معاها. ف بس كاي لسه بيتعالج نفسيا شويه. ليه مريض نفسيا ولا ايه؟ ليه؟ معقد. معقد؟ كان بيتعامل معامله وحشه فكسرت في شخصيته حاجات كتير، فبحاول على قد ما اقدر ان انا اعوضه. اولا اعوره في وشه. اعفرك في وشك. لا ان انا اعوضه. خلاص نيتك بانت. ما عندوش ثقه في البني ادمين. اه ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه الرضا اللي